فين؟ حد يبعت لنا تليفونها او يكلمنا لو سمحتوا. توتا يا قمر يا جميله، ربنا يخليكي لاهلك، يا محترمه، يا متربيه، يا وطنيه، يا اللي بتحب بلدك. ازيك يا توتا؟ ازيك يا عم احمد؟ اخبارك ايه يا قمر؟ الحمد لله. اتفرجت على التقرير؟ اتفرجت؟ يا خبر ابيض، ده انا التقرير ده عايز اخده في كده والف بيه مصر. يعني طب انت لو عجبك؟ عايز، ده انا نفسي ابوسك والله. عجبني؟ وانا كمان. ده انت عملتي حاجه في ناس كبيره ما تقدرش تعملها. ان شاء الله مصر تكسب. ان شاء الله ايه؟ ان مصر شاء الله تكسب. اما الرئيس يكسب ايوه هعمل معاه لقاء، ايوه هعرف هيعمل ايه السنة الجاية. هتعملي مع الرئيس لقاء؟ لا يعني خدت ميعاد ولا نفسك تعملي لقاء مع الرئيس؟ نفسي. نفسك. عندك كام سنة يا توتة؟ انا ستة. 6 سنوات. في مدرسة ايه؟ ليدر. دي اللي في اكتوبر. ايوه. ايوه. مين اللي الجرأة دي جابها منين؟ ربنا يحميكي اولا، جايباها منين وعمالة وتسألي وما شاء الله عليكي. من عند ربنا. ربنا يحميكي يا رب. وانت بتسجلي جاتلك الفكرة ازاي؟ ممكن تقولي لي؟ طلبت من بابا كاميرا ورحت المدرسة، لقيته جايب لي الكاميرا وهصور. قلت لبابا ايه؟ وقعدت خدت رأي صحابي بلني. لا قلت ايه بقى لبابا؟ عايزة كاميرا ايوه أصور مع صحابي تقرير ايوه ما قالكيش عايزه من تصوري، بلدنا. ما قالكيش عايزه تصوري ايه مع اصحابك؟ سألني قلت له ايه؟ قلت له عايزة أعمل تقرير عن بلدي. عن بلدي. عن بلدي. في حد رفض يصور معاكي؟ لا خالص. لا، كلهم أساسا أول ما جينا نروح كلهم اتلموا عليا وعايزين يصوروا. وانت قاعده كانوا معاهم كده بسم فرحانين. الله، اكنك بسم الله ما شاء الله، اكنك يعني محترفه وانت قاعده وبتسالي بطبيعتك ومن غير ورقه وزي بسم الله ما شاء الله. ربنا يخليك. انت بتحبي بتتابع السياسه؟ شايفك كده انك مهتمه يعني بتتابع البلد وانشطه الرئيس والدوله وكده. عارفة المشاريع اللي عملها الرئيس؟ عارفه اهم مشروع فيها ايه؟ قناة السويس والعاصمة الإدارية. قناة السويس والعاصمة الإدارية. نفسك تطلعي ايه؟ مذيعة. مذيعة. انت من دلوقتي مذيعة بسم الله ما شاء الله عليكي، ده انت هتبقى اشهر مذيعة، ربنا يحفظك كده ويخليكي. ربنا يخليك. لا والله انا بقول لك بجد هتطلع هتبقى اشهر مذيعة. عشان انا بحب بلدي فقررت ابقى مذيع. برافو عليكي. طب عايزك تشرفيني يوم تقدمي البرنامج معايا، ينفع؟ ان شاء الله. وان شاء الله كمان، عشان انا طلعت مذيع عشان ابقى طيب. انا عايزك كمان يوم تيجي كلام كده معايا، تطلعي في حلقة كده معايا وتبدأ البرنامج معايا. ممكن يوم كده نشوف وقتك كده مع بابا وماما وكده والأسرة. حاضر، هقول لبابا. قولي لبابا. ممكن تسلمي لي عليهم؟ أنا مبسوطة إني كلمتك، وأنا بفهم منك بطريقتك. بعرف أفهم منك بإيه؟ طريقتك بعرف أفهمها.
يعني حبة الطريقة يعني. انا رسالتك ايه للرئيس؟ عايزة تقولي ايه للرئيس؟ ربنا معاه، تحمس تحمس تحمس. يا حبيبتي ربنا يحميك يا رب ويخليكي. بشكرك بشكرك بجد. ان شاء الله هينجح. ايوه وانا عايزه ويكمل معانا ورب يخليه لنا، وان شاء الله نعرف المشاريع اللي هعملها السنه الجايه. ما فكرتيش تعملي تقرير في على المشاريع اللي اتعملت؟ اما ينجح ان شاء الله. لما ينجح ان شاء الله. مصر هتتحسن وهتبقى أحلى من كده، يا رب بإذن أحسن دولة في العالم. يا رب. ما هو خلي بالك اللي بيتعمل ده عشان كنتوا، كل المشروعات اللي بتتعمل في البلد دي انتوا اللي يعني اللي هتستفيدوا منها، ودي ده بيتعمل ليه كنتوا، فانتوا تحافظوا على بلدكوا. واحنا بنحبها. قلتي في تقريرك ان انا لو حكمت يوم عايزه اتخلص من الاشرار. مين الاشرار اللي انت كنت بتتكلمي عليهم؟ اللي في سينا، الارهابيين اللي في سينا، الارهابيين. الارهابيين عايزه تتخلصي منهم عشان ما يجوش عند بلدنا تاني. لو يجي عند بلدنا هقطع رجلي. هو كده اللي يجي عند بلد اللي يقرب لبلدنا نقطع رجليه. بحييكي. انا اللي بشكرك وانا متشرف والله اني بكلمك. بشكرك ربنا يخليكي، وتحياتي لاسرتك الكريمه اللي فعلا بتربي بنوته جميله وطنيه بتحب مصر وعارفه قيمه بلدها ازاي. توتا اللي عمرها 6 سنوات كلامها احسن من ناس بيقولوا ان احنا مفكرين. كلامها اهم ويوصل للقلب احسن من الناس اللي بيقولوا عن نفسهم خبراء. كلام توتا اللي عمرها 6 سنوات عن بلدها اشرف واقيم من اللي بيقولوا ان احنا نخبة. كلام توتا اللي عمرها 6 سنوات اللي بتتكلم عن بلدها اقيم اقيم عن دول اللي بيكتبوا او بيطلعوا يتكلموا عن مصر. شوف بتقول لكم ايه عن مصر.